الشارع السياسي عنده مضامين اجتماعية بالضرورة مهم جدا، ولوحظ هذا في المسيرة 15 أكتوبر. تم شعارات واضحة تنادي ب يعني تباطؤ السلطة في فجعة جرجيس، لكن يتحرك نجد احتجاجات ليلية بدون مضامين سياسية. هنا نطرح السؤال، إلى أي حد هذه الاحتجاجات الليلية؟ على فكرة هي توسعت في نطاق أحياء العاصمة، والبارحة توسعت إلى خارج العاصمة، بل أن بعض المواقع الفيسبوكية منذ ساعات تتحدث عن احتجاجات في جلمة، ننتظر التأكيد. إذن سؤالي، إلى أي حد هذه الاحتجاجات الليلية يمكن أن ترتقي إلى مستوى الشارع الاجتماعي الحامل لمضامين سياسية، حتى وإن وجدت هو مع الشارع السياسي المعارض؟ أنا أحمد الله أولا، شكرا على الدعوة، وشكرا لحضور الأخ لمين بوعزيزي، وربما سأوجه له بعض الأسئلة علشاني بعيد على حقيقة الشارع التونسي، لكن ملاحظ عن قرب. نحمد ربي اللي الاحتجاجات الاجتماعية هذه مهاش وما كانتش تواصل ومهاش في اتصال مباشر مع الشارع السياسي، لأن هذا أنا يخوفني ياسر، أن الشارع السياسي يكون مؤثر جدا في الشارع الاجتماعي والاحتجاجي. اليوم التحركات هذه الظاهر فيها عفوية وناتجة عن ضغط الحياة اليومية، عن الحاجة الكبيرة اللي أصبح يعيش فيها التونسي وما عادش ينجم يواصل الصبر عليها. فهناك وإن كان هناك نوع من التقاطع، وإن هناك نوع كما يسميه الأخ لمين بوعزيزي هو اندماج للمسألة الاجتماعية في الخطاب السياسي في الحراك السياسي، ومظاهرة 15 أكتوبر مثال على ذلك، ووجود مضامين سياسية وشعارات سياسية في الاحتجاجات. فالخوف، كل الخوف بالنسبة لي أنا، هو التحول وتغول السياسي على الحراك الاجتماعي اللي ربما يبرده أو يستغله أو يستثمره، يصبح استثمار سياسي، لأن النخبة السياسية في تونس لم تستطع، سواء بالحكم واللي هو مشروعه غائب فيه الشعب وغايبة فيه أحلام الشعب، سواء المقاومين للانقلاب وعلى رأسهم جبهة الخلاص وكان قبلها مواطنون ضد الانقلاب، لم يستطع المقاومون للانقلاب للمساس وللغوص في المسألة الاجتماعية والاحتضان الشارع الاجتماعي. لليوم هناك ما نقولش قطيعة، أما التواصل ضعيف جدا، التواصل نعم. ضعيف جدا. وأستغل المناسبة هذه باش نسأل لمين، يا سي لمين بوعزيزي، أنت قريب من الشعب وقريب جدا من الشارع الاجتماعي، ما تخافش من النخبة التونسية الهشة والضعيفة واللي ناروا فيها اليوم وهي سبب كثير من البلايا، ما تخافش منها على الشارع الاجتماعي؟ يعني هذا اللي يخوفني، مانيش فاهم، وسؤال نعم. استفهامي ماهوش احتجاجي ولا غيره والا للبوليميك، سؤال انا خائف. هل تقدر تطمنا يا سي لمين في لو التقى الشارعان ما يطغاش الشارع السياسي ويحول وجهه الاحتجاجات الاجتماعيه ويبرد، ولا ربما يقضي على جذور ثوره شعبيه حقيقيه توصل بنا للتغيير الفعلي في البلاد؟ نعم.